سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني من استاد القاهرة أن أعلق على المباراة الكبرى، مباراة هامة، فهي الأولى من نوعها التي تقام بالقاهرة، مباراة بين بطلي إفريقيا وآسيا، نقدر نقول البطولة الأفرو آسيوية بين بطل إفريقيا عام 1986 نادي الزمالك وبين بطل آسيا نادي فوروكاوا الياباني. بنرى في الصف الأول من الشخصيات الرياضية الكبيرة نادي الزمالك اللي حيشرفنا النهارده بأداء ان شاء الله ممتاز، ووراه جوتو بتتقل الكورة وتوصل الى جوتو، جوتو بينقلها على طول امامية بيحجزها هشام ابراهيم، هشام يكن الملعب لطيف، حمادة بيمشي من اثنين ثلاثة، لعبها برجله ضعيفة برجله الشمال، رضا، محمد حلمي، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، حمادة، ايمن يونس، ايمن يونس، يا سلام يا ايمن، يندب حظه على الارض. كرة تنقل، نشوفها مرة تانية، جمال لطيف ماشي، ليلة عالية، أيمن يونس بيطير أهو زي ما شايفين، بيلعبها لما تخبط في الأرض، على كرة اللوم، تتقل الكرة ليوشيدا، بينقلها، لعب جامدة، برافو أيمن يا طاهر، أيمن طاهر أنقذ جول أكيد من رجعي، رضا، لعبة نصر تتاخد، حمادة لطيف، طارق يحيى، برافو طارق، برافو حمادة، طارق يحيى بالعرض، تعمل الكورة بالاثنين ويمسكها، كاتو، أحمد رمزي، طارق يحيى، حمادة عبد اللطيف، حمادة يفوت، عنده توب يفوت حمادة، يفوت ثاني بيلعبها بالعرض، توصل ايد لاعب رجعها ورا لهشام يكن، تعبان مين؟ محمد حلمي، محمد حلمي بالارض، فرصة غير معقولة لما توصل طريق. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي، مرة أخرى من استاد القاهرة ومع اللحظات الأولى، يجي الدور الأول لنادي الزمالك، مع اللحظات الأولى يجي الدور الأول لنادي الزمالك، نصار يجيب الجول الاول لنادي الزمالك، هنشوف الكوره مره ثانيه بتقع، بيلعبها عفت نصار يجيب الجول الاول للزمالك، جمال عبد الحميد، احمد رمزي، طارق، جمال عبد الحميد، الزمالك بجول جمال عبد الحميد 2 لا شيء بعد مضي 15 دقيقة. حمادة عبد اللطيف، جمال عبد الحميد بيلعبها في كاتو،
رضا عبد العال اتخبط في ركبته ماشي بيعرق الحمد لله ادى ما عليه وخارج عنزل ابراهيم يوسف توصل الى طارق يحيى ايجاراتشي ياخدها طارق يحيى وبيجري لعبه بالعرض جامده طلعها كانيكو قنبله بره الجول بعد عاليه يوسف بيطلعها الدولي الجزائري محمد حنصل بانتهاء المباراة زي ما الحرس شايفين على الشاشة 2 للزمالك 0 لفوروكاوا بنقول للزمالك ألف مبروك على هذا النصر الكبير اللي حققتوه بفوزكم ببطولة الأفرو آسيوية كابتن عصام بهيج بيحملوا فريقه شايفين حضراتكم مرة تانية وجوه الناس الفرحانة من قلبها الكل يضحك ويسعد بعد ان استمتع بهذا اللقاء الكبير واللي انتهى بتحقيق الفوز والنصر نشوف باقي اللاعبين يخرجوا لارض الملعب وادي كاس هذه هي الكاس الذهبيه كاس بطل ابطال الانديه الافريقيه مع السلام الجمهوري وعد السلام الجمهوري يقف الجميع احتراما واجلالا للسلام الوطني المصري جميع يردد النشيد الوطني كما الواحد بيسعد جدا جدا باللقطات دي وبيستعيد تاريخ جميل. خلينا اقول لكم كبار المسؤولين اللي كانوا موجودين في هذا اللقاء. كان دكتور علي لطفي كان رئيس الوزارة وكان دكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة. كان كمان حسب ما انا شايف المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك السابق. كمان المهندس حسن عبدون رئيس اتحاد الكوره السابق يعني ربنا يدي الصحه طول عمر الدكتور علي لطفي والباقيين كلهم رحلوا عن الحياه. دول كلهم كانوا موجودين في المقصوره. اللي قدامكم ده وده سيد محمد احمد اللي قدامي برضو واللي جنبه الدكتور حسن عبدون المهندس حسن الدكتور المهندس حسن عبدون طبعا ده السفير الياباني الدكتور عبد الحليم ده كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي من السودان الشقيق الدكتور عبد الاحد مهندس حسن عامر اهو دول اللي في الملعب اما تطلع الكاميرا بقى المقصوره خليني بس اقول لكم الجيل ده لا ارجع سنة بس خليك كده ده الطويل ده الحكم الجزائري الشهير محمد حنصل ده واحد من خيره الحكام في القاره الافريقيه على مر تاريخها وده راجل حقيقه عاشق للامه العربيه وعاشق لوطنه وعاشق لمصر فرصة ان احنا نحييه ونقول له السلام عليكم. دول نجوم منتخبنا بقى ونجوم نادي الزمالك. الكابتن كان محمد حلمي ثم ايمن طاهر شوف شتان الفرق بين ايمن طاهر دلوقتي وايمن طاهر زمان. هشام يكن حمادة عبد اللطيف اسماعيل يوسف ثم رضا عبد العال لما الصورة تكمل بس اقول لحضراتكم ده المهندس مصطفى البحيري رئيس هيئه استاد القاهره السابق وده احمد سعد المذيع الداخلي للاستاد رضا عبد العال بعدين طارق يحيى وبعدين هشام ابراهيم كان لعيب في وسط ملعب نادي الزمالك وكان في الدفاع كمان وطارق الوحيد اللي ما عندوش اعلان على فانيلته كان على الكيف وتلاقيه لابس ماركه ثانيه غير ماركه الفريق احمد رمزي بصوا الاجسام كانت عامله ازاي ايمن يونس خليه يتفرج ايمن دلوقتي واتفرج وقاعد معانا بس هشام ابراهيم احمد رمزي ايمن يونس كمل كمان الصوره عشان كان في لعيبه عفت نصار صاحب الهدف الاول اللي وراه الفقار اخو سعد الطبيعي الغزال الاسمر عليه رحمه الله كابتن ابراهيم يوسف
طارق عبد العليم حارس مرمى الزمالك، دي كانت فانيله المنتخب على فكره. خالد جلال، دول اللي في الصوره اللي قدامنا النجوم الزمالك في عصر الذهب الجميل. السنه دي كان الكابتن عصام بهيج عليه رحمه الله هو المدير الفني للزمالك، اللعيبه حملوه على الاعناق عقب المباراه، خد الفريق منهار ورجع بالفريق بسم الله ما شاء الله الى البطولات والى الجوائز والى منصه التتويج. دائما وابدا ابناء النادي هم اللي بيرجعوا بالنادي، هم اللي بيصاروا بالنادي، ودي قناعات عندي انا شخصيا. من الحاجات كمان الجميله في المباراه دي انه ابراهيم يوسف، انتوا عارفين حضراتكم ابراهيم او كابتن ابراهيم عليه رحمه الله كان جات له اصابه في الرباط الصليبي في الركبه وما تعالجش صح وما تعملش العمليه صح، فاثرت جدا جدا عليه. فعصام بهيج او كابتن عصام بهيج بادبه وبحسه حط الكابتن ابراهيم احتياطي، لو المباراه ربنا كرمه ومشت يخليه ينزل يشيل الكاس وبعد كده يعتزل بشكل كبير. شفت حتى ابراهيم الغزال الكبير بينزل مكان رضا عبد العال عشان يبقى نوع من انواع التكريم، وده جانب نفسي ما يبقاش موجود عند ناس كتيره جدا. هرجع لكم بقى المقصوره واحنا بنستلم الجوائز لنادي الزمالك. ادي الكابتن ابراهيم عليه رحمه الله، و الرابع الحكم الرابع كان الكابتن محمد حسام، وكان الحكم الرابع بقى من البلد. بص حتى بيطبطب على ابراهيم. هل ده بقى كابتن فاروق؟ ما اعتقدش ده كابتن فاروق جعفر، هو الجسم من ورا كده، بس كابتن فاروق اشتغل مع ديف ماكاي ما اشتغلش مع كابتن عصام بهيج. بس لو يا رب الكاميرا تيجي كده على الوش ده كابتن خواجه، كابتن محمود الخواجه. ودي كانت يعني من المباراة الاخيره للكابتن ابراهيم يوسف. لما نرجع بقى المقصوره في تسليم الجوائز هتشوفوا الجمهور اللي موجود ايه بقى، جيش وشرطه. ده دي في الاخر الكابتن عصام، لكن لما تشوفوا فوق في المقصوره هتلاقي الجيش والشرطه موجودين. تلاقي بقى هنا النجم الكبير كابتن جمال عبد الحميد، ليه دور مهم جدا جدا في انتصارات الزمالك، كان هداف كبير جدا جدا للزمالك في هذا التوقيت الحقيقه لمنتخبنا الوطني. بص بقى هتنزل، بص حضراتكم طبعا علم بلدنا اعلى ما كروش اهم، بص حضراتكم بقى جيش وشرطه. ده الدكتور عبد الاحد مع الكابتن عصام بهيج عليه رحمه الله، اهم يمينك وشمالك جيش وشرطه، اللي شويه المجانين دلوقتي عايزين يبوظوا لنا الدنيا ويفسدوا لنا العلاقه، وربنا ابدا ما يفسد هذه العلاقه. الحقيقه عندي تعليق بسيط جدا على حلقه حرم الراحل عامر عبد المقصود نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الترسانه. الحقيقه كانت بتتكلم بحماس شديد جدا عن جوزها، وبتتكلم بحب واحترام شديد جدا جدا عن الشرطه وعن الداخليه وعن اللي عاملينه معاها، يعني ذكرت بالاسم كل الناس الافاضل اللي يعني وقفوا جنبها، وهي قالت الحقيقه مش مخلينا محتاجين حاجه، وشكرتهم بالاسم يعني بدءا بالوزير من الوزير لحد كل الناس اللي موجودين هناك. يمكن هي في الاخر اتكلمت يعني نفسها في احلام او امال او يمكن حد قال لها من بره احنا اتكلمنا معاها او لكنه هي اتكلمت بشكل محترم قوي على الكيان وعلى اللي اتعمل لها واللي بتعمل لاسر الشهداء بالكامل. الواحد ساعات في حماسه ممكن بيقول كلمه ولا بيقول حاجه يعني، فيبدو انه في حد استدلها كلمه ولا قال لها حاجه. الحقيقه للامانه الشديده جدا انه احنا حتى لما قلنا لها نبعت لك عربيه تجيبك قالت انا هاجي بمعرفتي يا ستي، قالت لي ده انا جاي عشان ذكرى زوجي و و و وللامانه الشديده يعني عزه نفس واحترام شديد للغايه. يعني ما اعتقدش انه في حد بيطلع في ذكرى زوجه ولا حاجه عشان يتقاضى مقابل مادي او كلام، يعني الكلام ده اصلا ما بيجيش ناحيتنا ولا عندنا احنا المبدا ده ولا الاسلوب ده ولا عند زملائنا للامانه يعني. فارجو ان الدنيا تمشي بشكل كويس والناس تتفهم مشاعر زوجها، بتحترم زوجها وذكرى زوجها، غير انه عامر ده كان زميلنا فانا كنت بكرمها بصفتها زوجه لزميل لينا، كان معايا في المنتخب وكان معايا في الملعب على طول وكان زميل لينا، فبالتالي احنا دعيناها من هذا المنطلق. لكن الحقيقه هي افادت، وانا قلت الكلام ده للست اللي هو عبد الفتاح عثمان والست اللي هو هاني عبد اللطيف، فارجو الصدف الماء العكر ملوش لازمه، هي وكل زملاتها وزميلاتها ربنا يا رب يكون معاها. في اجتماع دلوقتي ودي لبعضا من افراد لجنه الانديه او بعضا من اعضاء لجنه الانديه،
بحضور المستشار مرتضى منصور، دكتور اسماعيل فايد، دكتور عمرو عبد الحق، الاستاذ اهاب عبد الله، الحاج سعد ابو صندوقه، وعدد من ممثلي الانديه. خلينا نقترب من الاجتماع اكتر، نعرف ايه اللي بيدور هناك. دكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه، مساء الخير يا دكتور اسماعيل. اهلا، مساء الخير يا كابتن شبير. مساء الخير يا نجم، وحشني. ازاي حضرتك؟ والله انت وحشني جدا، وعايزين بخدماتك بقى معانا ان شاء الله. على دماغي من فوق والله يا دكتور اسماعيل. بنلجأ على فكره يا جماعه، بنلجأ له كابتن شبير في مشاكلنا الشخصيه يعني. ده لا، ده انت تشرفني يا دكتور اسماعيل، الله ربنا يكرمك. قول لي بقى، يعني استقريتوا على ايه النهارده؟ النهارده اول حاجه كابتن شبير كنا بنتكلم فيها، طبعا هو واضح ان ايه، دكتور محمد رفعت اللي هو مقرر لجنه الانديه او المدير التنفيذي بتاعها، هو كان بعت دعوات او اتكلم في تليفون لمجموعه من كبيره كل انديه الدوري الممتاز. اول حاجه من اللي حاضرين النهارده اننا طلبنا كلنا عشان ما حدش يقول لا، كلنا بما فيهم المندوب الاسماعيلي وبما فيهم مندوب الاتحاد الاسكندري وبما فيهم كلهم، الغاء الروابط اللي هي بتاعه اللي بتثير البلطجه وبتثير الفزع في الانديه وبتثير اللي هي انت بتتكلم في الموضوع ده بقالك سنين. تمام. دي اول حاجه بعد ما اتكونا بنارها او اللي اتكون بنارها، دلوقتي بقى كله مصمم على هذا. كويس. الغاء الروابط ديت. دي اول حاجه توافقنا عليها بصفه عامه. نعم. نمره اتنين، ان قلنا ان عايزين لجنه الانديه تبقى بالتوافق. يعني ما ندخلش في انشقاقات وندخل في بتاع وبتاع مش عارف ايه. وبداوا يتكلموا، فانا طبعا كنت مصمم كمان على ان النادي الاهلي لازم يبقى موجود في لجنه الانديه. كويس. انت واخد بالك، بغض النظر عن انه حضر او ما حضرش النهارده او كده، فانا قمت كلمت محمود بن طاهر بناء على طلب كل اللي موجودين. انت واخد بالك، ومنهم المستشار مرتضى منصور. كويس. وكلمت محمود بن طاهر، وانت طبعا تعلم ان في صداقه بينا. فقلت له، فقال لي انا ما عنديش مشكله في حاجه، وانا حاجه بكره في اجتماع لجنه الانديه لاختيار لجنه الانديه. وهو كان اعتراضه على الطريقه اللي وجدت فيها الدعوه، لان هو بيعتقد ان الاتحاد يعني زي ما تقول ايه ملهوش انه يوجه الدعوه ديت، الدعوه دي الانديه مع بعض هي اللي توافق عليها. زائد ان لازم هو برضه من شروطه من المره اللي فاتت ان لازم يتعمل زي لائحه نظام اساسي للجنه الانديه. نعم. بتاعت الدوري الممتاز، فيها اختصاصاتها، فيها ما تستطيع ان تتخذ من قرارات، هل هي قرارات ام توصيات؟ وعايز يوصل، لان لو مجرد توصيات بدون اي حاجه يبقى ملهاش لازمه من وجهه نظر. صحيح. ما بتعملش حاجه. كويس. دي حاجه، وحصل توافق على مجموعه من الانديه. وهو كان السنه اللي فاتت كان الانديه لجنه الانديه تسعه، وبعدين الاتحاد قال لا سبعه، فالانديه النهارده وهي قعدت قالت لا 11، لان القانون او لائحه النظام الاساسي بتاعه الاتحاد المصري لكره القدم بتقول تشكل لجنه الانديه من عدد من الانديه. ما قالتش كام. زائد اثنين من مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يبقى احنا قررنا انها تبقى 11. وحصل توافق على الكلام ده، هو 11 و2 من الاتحاد يبقى 13 كده، والاثنين بتوع الاتحاد يبقى 13. وفي كتير اتكلموا طبعا ان يعني كده احسن عشان خاطر يبقى ايه، يبقى الكل بيقول رايه. طبعا في هيقول لك ايه، ان كده ما بيخليش فرصه اتخاذ القرار سهله. ما هو بيني وبينك يا كابتن شوبير، قرار في الانديه بقت اللي هي كانت المشكله، طبعا انت عارف ان كانت كل مشكله لجنه الانديه الحقوق. انت واخد بالك، الانديه بقت الحقوق منفرده. خلاص. هتتكلم في ايه يعني؟ لجنه المسابقات، ما احنا كلنا متفقين على الحاج عامر حسين هيشكل لجنه المسابقات. الاضافه اللي هي النهارده ان ما حدش من لجنه الانديه يدخل لجنه المسابقات. بس ما عندناش يعني. طيب خليني بس اسالك، استقريتوا على عامر حسين رئيس لجنه المسابقات النهارده؟ استقرينا على عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. طيب بصراحه كده توافقتوا على الرئيس للجنه؟ لا، حصل نوع حصل توافق. ليه بقى؟ لان محمود بن طاهر قال انه مش ايه، مش عايز يبقى رئيس لجنه. والمهندس فرج عامر قال مش عايز يبقى رئيس لجنه. فخلاص ما فيش غير مرتضى. يعني طبعا المستشار مرتضى منصور شخصيه طبعا مهمه جدا، واضافت للجنه كتير، وحرك المياه الراكده وقاد. فهو كان قال لو الاهلي نزل انا مش هنزل. وعشان كده لما انا كنت قلت لما لا الاهلي نازل ولا الزمالك نازل، يبقى احنا نختار رئيس لجنه من خارج الانديه. ده فكره يعني، ودي بصفه شخصيه انا بقولها يعني.
فطبعا النهارده توافقوا على المستشار مرتضى منصور وانا اعتقد ان هو اللي حرك السنه اللي فاتت يلا كده وجاب فلوس للانديه ويعني عمل كده. طيب الحضور كان كام نادي؟ اللي حاضرين كانوا 12 نادي وفي اثنين كانوا على اتصال مستمر. مين؟ اللي هم المصري وانبي. المصري وانبي على اتصال مستمر. على اتصال مستمر بالتليفون عشان خاطر حتى كان يعني قال المصري مبين في الطريق وبعدين حصل عنده مشكله، لكن على اتصال مستمر وبارك اللي هو اللي اتفقنا عليه ده. هل وادي دجله حضر؟ لا وادي دجله لا. مين اللي ما حضرش بقى؟ نعم؟ مين اللي ما حضرش؟ ما انت عندك وادي دجله الاهلي المقاولين طلاع الجيش الحرس بس الحرس قال يعني هم قالوا واحنا قاعدين نتكلم اللي هو عبد الحكيم وقال ان الحرس مش مرشح نفسه في حاجه يبقى ادي اثنين اربعه خمسه. الشرطه حضر؟ مين؟ الشرطه حضر، الداخليه حضر. فاضل واحد بس يعني احنا قلنا المقصه. المقصه المقصة حضر؟ لا المقصة حضر. يبقى احنا يبقى 14. احنا الاسيوطي حضر؟ الاسيوطي حضر. النصر حضر. الاسيوطي والرجاء والنصر حضر. الاسيوطي والرجاء والنصر حضر. دمنهور حضر. دمنهور حضر. المقصة، شرطة، الداخلية، الاسماعيلي. انا بشوفهم كده وهم قاعدين. ما انت عندك ادي المصري وانبي ادي اثنين والحرس ثلاثه والجيش اربعه والمقاولين خمسه والاهلي سته ودجله سبعه. يبقى دول اللي ما حضروش. سبعه اللي ما حضروش. حضر 12. لا في حد كمان. ما احنا كنا 12 اللي قاعدين. كنا 12. الاتحاد السكندري حضر؟ الاتحاد حضر؟ السكندري حضر. الاتحاد السكندري حضر. الاسماعيلي حضر؟ والاسماعيلي حضر والداخليه والجيش كله حضر الا طب ناخد الاسد اللي هم الا الاهلي المقاولين وادي دجله انبي المصري بتروجيت تمام بتروجيت تمام. هل دول ممكن يكون لهم راي تاني في انتخابات رئيس لجنه الانديه؟ ممكن طبعا. المقاولين ممكن يبقى له راي تاني. وادي دجله ممكن يبقى له راي تاني. بس هو فكره ايه ان الاهلي محمود بطاهر هو قال انه مش هرشح نفسه بس ممكن يرشح غيره. ممكن يرشح حد تاني. ممكن طبعا. ممكن وهما كلهم شخصيات محترمه اكيد. بس هو طبعا واضح دلوقتي ان الاغلبيه مع المستشار مرتضى منصور. دول 8 وفاضل 12. 12 اللي موجودين عندك كلهم اجمعوا على اجمعوا كلهم على المستشار مرتضى منصور بالاضافه. طب هل انتخاب رئيس اللجنه بيكون من الانديه كلها ولا من اللجنه ال 11 اللي انتم بتختاروها والاثنين بتوع الاتحاد؟ المفروض اللائحه والمعتاد يعني ان رئيس اللجنه يبقى من اللجنه. من اللجنه. يعني ليه؟ لان اللجنه هي اللي بتختاره مش ال 20 اللي بيختاروه. ايوه ال 20 بيختاروا. عشان كده دي قعدت اوضحها للناس. يقول لك فلان مرشح نفسه رئيس اللجنه. هو انت ضمنت تبقى في اما يبقى في اللجنه الاول. طيب هل الكلام ان انتم هتجنبوا الاهلي والزمالك الانتخابات وتنتخبوا التسعه التانيين هو ده اللي هيتم؟ هو حصل بالتوافق برضو كده يعني بالتوافق. لان هما طبعا يعني كان في بعض الاراء تقول لك ايه بدل الاهلي ما جاش مش عارف. لا انا قلت وقلت حقيقي يعني وانت عارف ان انا مقتنع. نعم. الكوره اهلي وزمالك نمره واحد. يعني بصراحه ايه ما ينفعش. ولما كان الاهلي زعلان انا رحت لغايه عنده في النادي. حصل. وعملت توافق والدنيا هدت بعديها. صحيح المستشار مرتضى زعل مني وزعق وعمل وبتاع لكن في النهايه الامور كلها هدت. لو تلاحظ يا كابتن شوبير. طيب اذا الاجتماع القادم امتى يا فندم؟ ما بكره الاجتماع. بكره على طول الاجتماع؟ بكره في اتحاد الكوره. ما ده محدد سلفا. يعني ده محدد سلفا. دي القعده دي وديه مش رسميه. بس بكره مش الانتخاب. بكره الاجتماع الرسمي. بكره انتخاب اللجنه ومش رئيس اللجنه مش كده؟ انتخاب اللجنه. ممكن بقى اللجنه لحظتها تقول منتخب رئيس اللجنه ولا بس ما انت لسه الاثنين بتوع اتحاد الكوره ما جولكش يا فندم. ما هو المفروض ان هم طبعا هم واضح انهم ايه مستنيين حاجه معينه. يعني انت واخد بالك ازاي؟ فاذا الحاجه دهيت ما حصلتش خلاص يبقى الاثنين اللي موجودين اللي هم الحاج الشامي وايهاب. نعم. لا كده خلاص باعلان مرتضى منصور ترشح نفسه خلاص الموضوع انتهى. مش كده؟ يعني في كلام انا كنت بيني وبينك انا كنت بقوله على الراجل المحترم حسن فريد يعني كابتن حسن فريد يعني انت واخد بالك؟ لكن ما دام الانديه خلاص حصل التوسط على مرتضى منصور خلاص يعني القصه خلصت كده.
بشكرك دكتور اسماعيل فايد. بص معلش يا كابتن شوبير، انا كنت بقول كده على اساس ان الاهلي والزمالك مش نازل، لكن انا ما زلت مصمم ان الكوره في مصر لازم يبقى فيه نوع من التوافق بين الاهلي والزمالك عشان تمشي الامور يعني بيسر، وانا بحاول اعمل كده. زائد ان لازم الغاء فكره رابطه الروابط الارهابيين ديت المستغله. هم يا دكتور هم ما لهمش كيان رسمي على فكره، هم ما لهمش، ده هم كده الناس طلعت في المدرجات لكن ولا حد فيهم مشهر رسميا يا دكتور اسماعيل. من عارف؟ لا من عارف. من عارف انت عارف ان دول مشرين روابط رسميه يعني حسب الفيفا يعني يدخلوا نادي وزاره الاتحاد. الروابط ما في مجموعه الروابط. صح صح. فلازم المساله دي ناخد بالنا منها يعني. يعني دلوقتي هم بيمشوا مدربين ويدخلوا لعيبه وبيمشوا لعيبه خلاص فاضل بقى هيمشوا. لا اشكرك يا دكتور اسماعيل، شكرا جزيلا. دكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه. احمد فتحي خلاص بياخد على الكشف الطبي لام صلال لانها وهيوقع بكره، خلاص الموضوع انتهى. وزي ما قال لنا الكابتن وائل جمعه انه كلمه في الطياره وقال له انه يعني خلاص انه يعني مسافر واتمنوا له التوفيق وخلاص، ويعني انتهى الامر هو حسم امره. اعتقد احنا كنا اول ناس انفردنا بموضوع المصلال وموضوع انه خلاص رايح الدوري القطري، الموضوع انتهى تمام. ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق حصل على حكم قضائي من محكمه جنح العجوزه يقضي بعدم الزامه بسداد مستحقات نادي الجونه الخاصه بصفقه نور السيد لاعب الفريق الساحلي السابق عند انتقال صفوف الزمالك قبل رحيله عن القلعه البيضاء، وده حكم مهم جدا 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 لانه للاسف الشديد كان من العيب بقى ان كل شويه نقول النادي ورئيس النادي والقصه دي، هو عملها بصفته رئيسا للنادي. عندنا بطل كمان زي ما كنا فرحانين امبارح بحبيبه بطله العالم في الاسكواش، عندنا بطل قارات او بطل تاهل للقارات في الاسكواش باسم سمير. ازيك يا باسم؟ ازيك وحشني جدا باسم. الو عامل ايه يا باسم؟ كويس تمام الحمد لله مستر ربنا. انا قلت بطل اسكواش بطل شطرنج، انا ايه بدات معلش بطل الشطرنج الكبير كمان على فكره من الاول كده باسم بلدياتي من طنطا فانا منحاز له هو وابوه كمان الدكتور سمير عشان اجيب من الاخر يعني. قول لي بقى احكي لي على البطوله. هو البطوله طبعا كان اولمبياد الشطرنج. حضرتك عارف احنا مش لعبه اولمبيه. احنا بيبقى لنا اولمبياد لوحدنا كل سنتين بنطلع عن الشطرنج. كويس. ده بنسافرنا منتخب مصر الشطرنج الرجالي والبنات. هو اولمبياد الشطرنج عمال بيبقى كل سنتين. السنه دي كان في النرويج من 1 ل 15 اغسطس كان شارك فيه 177 دوله. مصر كان ترتيبها في الاول قبل البطوله حسب تصنيفات اللاعبين في المستوى الرجاله كنا رقم 38 على البطوله. فاحنا بنقسم البطوله على حسب تصنيفات اللعيبه من كل فريق، كل فريق بيبقى فيه اربع اساسيين ولاعب احتياطي. فعلى حسب تصنيفات اللعيبه بيقسموهم الترتيب الاول يعني البطوله كنا رقم 38 بيقسموا بقى ال 170 دوله دول حاجه اسمها كاتيجوري او عشان التصنيف ده خمسه كاتيجوري كل كاتيجوري فيه تقريبا حاجه و30 فريق. بيقسموا بيبقى فيه تنافس بينهم برضو على ميداليات خاصه للكاتيجوري ده. معاك في شويه؟ معاك يا باسم. تمام. فاحنا في الكاتيجوري الثاني وانا في الكاتيجوري الثاني رقم 38 كانت المنافسه بالنسبه لنا على الكاتيجوري ده ان احنا لغايه اخر جوله كنا بنلعب منتخب ايسلندا. الحمد لله كان هو متصدر الكاتيجوري لغايه اخر جوله واحنا لعبنا معاه. فالحمد لله ان احنا قدرنا نكسبه في اخر جوله 3.5 وخدنا الميداليه الاولى على الكاتيجوري الثاني او المستوى التصنيف الثاني في البطوله يعني في الاولمبياد، وده انجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ الشطرنج المصري العربي والافريقي. طيب قول لي انتوا برايحين كاس القارات كمان؟ طلعنا طبعا احنا في المركز ده طلعنا المركز الاول مستوى افريقيا وبالتالي تحلنا لكاس العالم القارات السنه الجايه ان شاء الله في ارمينيا في شهر 4 اللي جاي. هتقام في ارمينيا؟ ارمينيا ان شاء الله في الجيل اللي جاي. باسم انت تصنيفك الكام دلوقتي؟ هو انا رقم واحد في مصر والعربي وافريقيا وعلى مستوى العالم بالتصنيف
يعني كنت دخلت في قائمه اول 100 في العالم شهرين، كنت في الدوري بيبقى كل شهر من الاتحاد الدولي. انا كنت دخلت اول 100 من كذا شهر، انا كان حاليا تقريبا 130 يعني تراجعت شويه في بطوله، ف وصلت 130 دلوقتي. بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل بعد كل الانتاج اللي فات ده الحمد لله تقييم في 11 نقطه، فان شاء الله ارجع تاني يعني في اول 100 قريب ان شاء الله. كان زمان في نجمين شهرين في الشطرنج كنا دايما بنسمع عنهم، يعني مين دلوقتي النجوم الشطرنج الاشهر يا باسم؟ هو كان في كونفرنس اعتقد اللي حضرتك تقصده. ايوه بالظبط، هم طبعا اعتبروا دلوقتي يعني كاسبروف كان مرشح نفسه في الانتخابات الاتحاد الدولي الاخيره لكن ما نجحش. فهو رئيس الاتحاد الدولي كابتن الانجينير، هو رئيس الاتحاد الدولي الحالي يعني، يمكن هو بيشتغل شغال في السياسه اكثر دلوقتي كاسبروف وفي المعارضه وكده، لكن لا زال طبعا موجود في الشطرنج، هو يمكن اعظم لعيب شطرنج تاريخ الشطرنج يعني هو كاسبروف. يمكن حاليا دلوقتي بطل العالم الحالي النرويجي نرويجي وده يمكن يعني رد لاعب اسطوره حاليا يعني في الشطرنج، لكن الجميل ان هو كان بيلعب في الاولمبياد مع منتخب النرويج، وان احنا ده من ضمن المنتخبات اللي مصر سبقتها في الاولمبياد في ترتيب النهائي للاولمبياد، احنا تابعنا النرويج اللي هو الدوله المنظمه واللي معاهم بطل العالم برضه واحد عندهم احنا تابعناهم الحمد لله يعني. دكتور باسم تخصصك ايه في الطب؟ وانا طبعا لسه متخرج زي ما حضرتك عارف شهر 3 اللي فات متخرج في امتياز، فيمكن الفتره دي لسه طبعا انا مستني التجميد عندي في شهر 10. الفتره دي يمكن بحاول ان انا اركز شويه في الشطرنج ان انا العب بطولات كتير، يمكن انا خلصت الطب في النرويج وحاليا موجود في غزابي ان شاء الله في مخرج انا في غزابي الشطرنج هبتدي بعد غزه ابصر فيه، وبعد كده اطلع اليونان على بطوله البحر المتوسط ان شاء الله. وبعدين هروح اسبانيا في بطوله اوروبا للانديه ان شاء الله برضه مشارك فيها. يعني يمكن دي اللفه الاخيره بالنسبه لي قبل ما ارجع بقى على التجنيد ان شاء الله. يمكن موضوع التجنيد اشوفه حسب موضوع التجنيد ان شاء الله، اعمل تخصص اتريف تخصص ان شاء الله. تخصص زي ابوك طبعا هتبقى في القلب يا اكيد ربنا يفتح يا رب. توفيق يا باسم وربنا معاك، وان شاء الله دايما من انتصار لانتصار ومن بطوله لبطوله. باسم سمير بطل اولمبياد لانه فعلا شطرنج ملهاش اولمبياد، لكنه عندنا بطل اولمبياد ومتاهل للقارات. وتعمدت اساله السؤال الاخير تخصصك ايه عشان الناس تعرف انه الرياضه لا تتعارض، بس لما تكون مرتب نفسك. ومن حسن حظه عنده اسره، عنده اب وام ما شاء الله بيحاولوا يوفروا له كل الاجواء عشان ينجح وعشان يبقى بطل. وانا قلت لكم الاول انا منحاز ليه ومنحاز لوالده، لانه دول طنطاويه وبلدياتي وناس محترمه تستحق التحيه بالفعل والتقدير. الدوري الفرنسي معنا؟ طيب ناخد تقرير كده عن الدوري الفرنسي وفوز كبير لبوردو وايضا النتائج بالجمله فيها الدوري الفرنسي. خلينا نروح لهذا التقرير وفاصل واعود لحضراتكم جديد. فوز كبير لبوردو على ضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف، أسدل الستار أمس الأحد على منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي. فريق بوردو الذي افتتح الموسم بفوز ثمين خارج الديار على مونبلييه بهدف دون رد، أمطر شباك ضيفه القادم من الإمارة الغنية برباعية ثنائية منها للأرجواياني الشاب دييغو رولان في الدقيقتين 48 و65، وأخرى لزميليها إيميليانو سالا الأرجنتيني ووهب الخزر التونسي في الدقيقتين 61 و75 من ركلتي جزاء بعد أن تقدم الضيوف بهدف للبلغاري المخضرم ديميتار بيرباتوف في الدقيقة 44 من عمر اللقاء. الفوز منح بوردو مقعد الصدارة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن سانتيتيان الذي فاز بدوره على ستاد ريميه ب3 أهداف مقابل هدف في اليوم الأخير لهذه الجولة، الذي شهد أيضا صدمة جديدة لمارسيليا الذي سقط أمام ضيفه مونبلييه بهدفين دون رد.
كانت مباريات الجولة الثانية لدوري الأناقة قد انطلقت مساء الجمعة بفوز ليل على مضيفه كان بهدف دون رد، ثم تواصلت يوم السبت بست مواجهات شهدت فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب على ضيفه باستيا بهدفين دون رد، وغانغو على لانس بنفس النتيجة. Swedish international. فيما سقط ليون على ملعب تولوز بهدف لهدفين، وسحق رين ضيفه إيفيان غيار بستة أهداف مقابل هدف. في باقي نتائج مباريات السبت، تعادل ميتز مع نانت بهدف لمثله، وخلى لقاء لوريان مع نيف من الأهداف. أهم ظواهر هذه الجولة كان استمرار الغزارة التهديفية، حيث شهدت تسجيل 28 هدفا في 10 مواجهات بنسبة 2.8 من 10 هدف في اللقاء الواحد، بزيادة هدف واحد عن الجولة الأولى. أما في سباق الهدافين فقد تصدر مهاجم سانت تيان مولود إيريديتش اللائحة برصيد 3 أهداف بعد أن أحرز هدف فريقه الثالث في شباك استاد ريميه.